الاول كنا بنروح للمطعم بنقول له ما بيني ما بينه، اقول له انت عندك مشكله في المطعم دي فبالله عليك ظبطها عشان خاطر لو في حد جالك من المتابعين عندنا ولا الكلام ده كله. راعي ربنا في الحته دي. المتابعين تروح والناس تروح ورانا، تلاقي ناخد احنا كميه هجوم فظيع، انتوا بتروحوا تتقاضوا فلوس من المطاعم والكلام ده كله وبتيجوا على حسابنا. كلام سليم. اصبحت بعد ما انا اخدت الكورسات اللي انا اخدتها والكلام ده كله، حد معين شيف معين الله يبارك له الله يمسيه بالخير، قال لي كلمتين اعمل بيهم، قال لي اشتري الوجبه اللي انت هتتكلم عنها واطلع قول بما يرضي الله ايه اللي في الوجبه قدام الناس. وقد كان. مش عايزين نجرح في حد، مش مقصود ان انا اجرح في حد، بل بالعكس احنا لو كل صاحب مطعم خد الكلمه بتاعتي بصدر رحم وفهمها كويس، هيتلاقي لو بص للموضوع بس بمنظور كويس يقول لك الراجل ده بيقول لي بدل ما تطلع تهاجمني انت كنت تقدر تطلع تقول احنا بنشكر الناس اللي بتنتقدنا وبتوضح لنا الامور دي. لكن الموضوع مش بتهاجم مطعم على حساب مطعم ولا بتهاجم حد على حساب حد. دي تجربه شخصيه. يعني كان في سؤال، كان يعني وانا بتابع الكومنتات بتاعت الناس كنت بشوف انه البعض بيقول ان انت واخد فلوس علشان تهاجم مطعم على حساب مطعم، هل الكلام ده صحيح؟ هقول لحضرتك على حاجه. في ناس كتير بتتهم الناس بالباطل. تمام. لو انت عندك دليل على اللي انت بتقوله طلعه للناس. لو حد قال لك انا اخدت جنيه من اي مطعم انا روحته، يطلع يقول قدام الناس كلها الراجل ده جه وخد مني جنيه. انا كنت بروح المطاعم بدفع ثمن الاكل اللي باكله، كنت بروح لناس بصور معاها في بيوتها بدفع ثمن الاكل اللي بيعملوه. مش محتاج ان انا اقول كده للناس، ومش محتاج ان انا اعرف الناس كده، مش لازم اطلع اقول يا جماعه ده انا بندفع اهو نعمل الكلام ده كله. ناس انتقدتنا وقالت لنا انتوا بتدفع الفلوس قدام الكاميرات وبتاع عشان تعرف الناس اللي انت بتدفع فلوس للناس والكلام ده كله. بطلنا ندفع فلوس. الناس مش عاجبها لو انت بتنتقد او انت بتشكر ولا الكلام ده كله. احنا انا حكم يعني ما بيني ما بين الناس وما بين ربنا سبحانه وتعالى قبل الناس كلها، اللي انا بقول كلمه حق في المطعم سواء اذا كان كويس او كان في عنده مشكله في المطعم. مش شايف ان انتقادك كان مبالغ فيه شويه؟ يعني حتى وارد يكون وجبه يعني مش مظبطه مش تمام. هقول لحضرتك على حاجه. وارد اللي انت بتقوله دوت لو انا مش راجل ذو خبره في المجال. كلام سليم. انا راجل اخدت كورسات علشان خاطر الموضوع ده، فانا ليا نظره تاني للموضوع، بقيم الموضوع بنظره تاني. انا ليا التست بتاعي او الفكره كلها في الموضوع دوت. انا راجل لما اخدت الكورسات هي اللي حولت شخصيتي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ممكن الناس بعض الناس تحس ان الطريقه دي فيها عنف للمطاعم والكلام ده كله، بس ده مش مقصود. يعني مش مقصود حد بعينه خالص. يعني الحمد لله رب العالمين ناس تعرفني وناس اقرب الناس ليا جيراني والناس دي كلها بعد الفيديوهات اللي هي فرقعت والدنيا دي كلها، ده ما كانش مقصود ولا كان في الحسبان خالص. كان الموضوع عادي زيه زي اي حاجه انا بعملها. وناس كتير انتقدتها من سنين على الموجوده على الصفحه، وفي ناس كتير اشادنا باكلها واشادنا بالكلام ده كله بحاجتها. ما لناش علاقه بعيد اللي انت تاخد فلوس من حد عشان خاطر حد تاني او تهدي براند عشان حاجه تاني. في ربنا سبحانه وتعالى في ثواب وفي عقاب. احنا ما بنجيش على حد على حساب حد خالص، بل بالعكس احنا بنقول كلمه اللي احنا حكم ما بين الناس. لو انت حضرتك معاك 3 4 اولاد، كلام سليم، راجل متجوز وعندك 3 4 اولاد ورحت مطعم انا قلت عليه كويس تمام، واخدت الاكل وطلع مش احسن حاجه، انت مبدئيا كده كلمه حسبي الله ونعم الوكيل في الراجل اللي وداني المكان ده. انت عرفت المطعم ده من خلال انا، او انت ابنك شاف الفيديو وبتاع بشكل الاكل الجميل والاوفر قوي دوت والكلام ده كله. الموضوع شكل الاكل يا جماعه 10% من الموضوع. يعني الاكل 10% من الموضوع. الشكل اللي انت بتشوفه الجامد قوي ده 10% من الموضوع بتاع الاكل كله.